السلام عليكم، معكم شاف صلاح الباتني. كما راكم تشوفوا اليوم راح ندير لكم وصفه نتاع مطلوع بطريقه تقليديه وسهله. خلينا نمروا المقادير وكيفيه تحضير هذا المطلوع. بدايه لهنا انا راني كيلت بهذا البول هذا راكم تشوفوا فيه، درت ربعه من هذا البول ودرت واحد فارينه، ربع كيلات سميد وكيلة فارينة. عندي اللي هنا ايضا الملح كما راكم تشوفوا، الملح حسب الحاجة كل واحد وعينه. ودرت شوية سينوج ايضا. واش راح نزيد؟ راح نزيد ملعقة تاع عشاء يعني مش معمرة، سكر نديرها ايضا هكا، ايضا ملعقة تاع عشاء زيت تكون مش معمرة بزاف غير هكا. وراح ندير دوكا الخميره. الخميره انا راح نقيس بال المغرف تاع القهوه، راح ندير ربع مغارف، خمس مغارف عفوا، يعني كل كيلة راح ندير لها مغرف. وحده، زوج، ثلاثه، اربعه، ووحده نديرها مع الفارينة. يعني طريقة سهلة وتقليدية هذه هي. دوكا راح نزيد ندير معاهم الفارينة وراح نخلط هذه المكونات كامل مع بعض. وعندنا الماء دافي، الماء يكون دافي ما يكونش سخون بزاف، لانه كي يكون سخون بزاف راح يهبط لنا الخبز تاعنا، راح يحرق الخميرة. جاوني بزاف طلبيات قالوا لنا دير لنا كسرة تاع بكري. هذه هي. دوكا راح نجيب الماء، بسم الله، ونبدا اللي راهو غير دافي. هي فيها شويه خدمه نزيد. نلم العجينة تاعي يعني ما تكون جارية ما تكون يابسة، ونحطها تخمر. نعجنها شوية الأول بليبوسة تكون يابسة نوعا ما، ومن بعد نخليها كي يضعف الحجم تاعها راح نزيد نعجنها معاكم. نزيد شوية ماء راح نلمها، مانيش راح نزيد نضيف الماء. كما راكم تشوفوا دركا بعد ما لميتها يعني الكميه اللي شتوني لحتها تاع ماء هذيك هي. دركا واش راح ندير؟ نعجنها حوالي زوج دقائق هكا بليبوسه. كما نعرفوا حنا العجين الكسره ما عادش كنقطعوا العجين تاعها، يعني هذيك هي او هذاك هو السر باش يخلي المطلوع تاعنا يجي مليح. دوكا واش راح ندير؟ العجين هذا راح نحطه في علبة تكون محكمة الغلق يعني تكون مغلق، وراح نحطها حتى يضعف الحجم تاعها ونرجع لكم ان شاء الله. دركا كما راكم تشوفوا العجين تاعي راهو زاد الضعف. كما قلت لكم انا درته في علبة، يعني هكا من الاحسن ديرو في علبة تكون عندها المغلق تاعها. دوكا راح نعاود نحيها، نهبط لها الخمور تاعها. عندي اللي هنا الماء دافي، نبدا نعجنها. راح نبدا نعجن، نقطعوا العجين هكا يعني باش يصلح لنا الخميره تاعنا تصلح لنا. نعجنها مليح، نزيد ندلكها يعني قبل ما نزيد لها الماء حوالي زوج دقائق، ومن بعد نزيد نضيف الماء. اذا بعد ما زدت يعني دلكتها حوالي ربع دقائق قبل ما نزيد نضيف لها اي اضافه يعني تاع ماء، دوكا راح نبدا نسقي فيها.
غير بالعقل. نجيب الماء دافي كما قلت لكم، نحطه على جهة ونبدأ نسقي ونعجن. هذا الشكل لازم نعجنوها مليح. نزيد نسقيها شوية ونزيد أيضا نعجن. كما قلت لكم لازم نقطعوها، هذا هو السر اللي يخلي تنجح لكم الكسرة. وأيضا كاينة حاجة أخرى، أنه لازم الكسرة تاعنا كي نعودو نحضرو فيها لازم يكون الجو يكون دافي في البيت، ما تعرضوهاش للهواء الكوروندير يعني، لأنه الهواء البارد هو اللي راح كما احنا راكم تعرفوا رانا في فصل الشتاء، هو اللي راح يزيد يأثر عليها ويخليها ما تنجح لكمش. نزيد لها الماء هكا يعني بالتدريج بالتدريج ونعجن. إذا أنا يراني بركيت عليها الماء، يعني حتى بدات ديري في الفقاعات. كاش راح ندير؟ راح نقطع العجين تاعي، نحاول ندير ربع قرصة تاع مطلع، يعني يكونوا بنفس الكيل هذا الشكل. مهم راح نشكل ربع كوريات يعني ربع قرص ونحطهم على صرفيطة ونخليهم يزيدوا يضاعف الحجم تاعهم شويه، ومن بعد نزيد نقرصهم معاكم. راح نقص في هذه شويه بهذا الشكل، نخليهم يزيدوا يخمروا شويه ومن بعد نتلاقاو كيفاش راح نقرصهم. انا الكسره تاعي اولا الحجم تاعها راح نديره متوسط، مانيش راح نديرها كبيره بزاف. هذه هي طريقه سهله وتقليديه بدون اضافات، يعني الاصل نخليوه اصلي. دوك راح نغطيهم بصرفيطه ونخليهم يزيد يضاعف الحجم تاعهم ونتلاقاو ان شاء الله كيفاش راح نزيد نعجنهم. دركا بعد ما بداو يخمروا واش راح ندير؟ راح نحاول نقرص الكسره تاعنا. بسم الله اذا كما راكم تشوفوا بهذا الشكل. نزيد نقلبها، راح نجيب صرفيطه واحده اخرى بهذا الشكل، نضغط الصرفيطه تاعي هكا وراح ندير بهذه الطريقه باش ما تتعوجليش الكسره تاعي، غير نعدلها بهذا الشكل ونحطها تخمر. يعني هنا لازم نخليها فتره باش تزيد تضاعف. ودركا نشعل الطاجين تاعي، نخليه يسخن مليح ونبدا نطيب الكسره تاعي بعد ما حتى يعني تزيد تخمر مليح يضاعف الحجم تاعها وهي هكا، ومن بعد ان شاء الله نطيبها معاكم. بعد ما سخنت الطاجين مليح دركا راح نبدا نطيب معاكم. انا لهنا الطريقه تاعي راح نحط باش ما يفزدليش ما تفزدليش الشكل تاع الكسره تاعي. شوفوا بهذه اللوحه ونحط ندير لها شويه فرينه، نخلخلها السع شويه ونبدا نحط غير بالعقل. الفرينه راهي يعني راهي تحرق شويه الكسره، ولكن نتوما لازم تكونوا شويه سريعين بهذا الشكل. ونقعد نعسها
كيدير الفقاعات هذوك نعرف بلي راهي الكسره تاعي راهي جات يعني تعجنت مليح وراهي طلعت هذه الفقاعات نحاول نثقبهم هكا ونخدمهم بيدي نزيد منا خليهم شطور يطلعوا هذا الشكل نقلبها ايضا ونجيب لهنا باش نحي هذه الفرينه لان الفرينه هي اللي يعني راهي تحرق لي الكسره حاولوا تنحيوها بهذا الشكل تنظفوا الكسره تاعكم مليح من الفرينه خلاص دوكا راح نطيبها مليح على يعني الجهه الاخرى ونزيد نحوشيها وان شاء الله نتلاقاو كيفاش راح نقدمها لكم. وصلت لنهاية هذا الفيديو كما راكم تشوفوا الكسرة تاعي كيفاش جات ما شاء الله نتمنى تنال اعجابكم انا ما نحبهاش تجي طالعه بزاف اذا عجبتكم قناتي ما عليكم الا ديروا اشتراك ولا ابوني ولا سبسكرايب وتفعلوا زر الجرس باش يوصلكم كل جديد نتاعي انا عندي وصفات بزاف نتاع المطلوع درتكم اليوم طريقه تاع الوالده تاعي طريقه تقليديه ما زدت فيها حتى اضافات ان شاء الله تنال اعجابكم وتجربوها ما بقى عليا الا نقول لكم تاكلوها بالصحه والراحه نتلاقاو في عدد اخر سلام.